مرحبا، حلقة جديدة من برنامج أخبار صباح. اليوم أسبوع جديد ببلش، تنين 22 كانون الأول. اليوم بحلقتنا بمنطقة أعالي كسروان حراج الفريا، تحضيرات لليلة رأس السنة بلشت. الحفل الخيري السنوي لجلوبال جيفت جالا ضمن فعاليات مهرجان دبي السينمائي، أمسية ميلادية للفنان جابرييل عبد النور، معرض ميلادي بتنظيم من خبيرة الموضة هادية سنو، وآخر إصدارات الكتب مع زميلتنا مريم الحاج، إضافة إلى تقارير عديدة ومنوعة رح نتابعها خلال حلقتنا. وضيفتنا لليوم باتريسيا شرفان، مؤسسة ورئيسة تحرير مجلة هوم فور كريسمس، لنحكي أكثر عن هالمجلة. إنما البداية مثل العادة مع أحوال الطقس، أستاذ وسام عبد الله معنا على الخط. صباح الخير. أهلا، صباح النور. كيف صحتك؟ الحمد لله تمام. اليوم ناطرين شتوى حرزانة. إيه طبعا. تفضل. اليوم حنكفي لك إياها، امبارح بعت لك سقعة صح؟ إيه. اليوم حنكفي لك إياها. لا بس بالفعل السقعة عن جد كثير قوية. إيه نعم. هلا اليوم حنكفيها، عم بقول لك بثلج وحنكفي لك اياها بمي. شكرا، تفضل. لتكون الصوره كامله قدامي. نعم ضروري، تفضل. نعم، بالنسبه لحالنا عم حنبلش نشوف بدايه منخفض جو عم بياثر علينا تدريجيا. اوكي. حيكون مصحوب بكتل هوائيه بارده وامطار بتشتد احيانا، اضافه لهواء قوي وثلج. نعم. توقعات طقسنا الثاني اليوم حيكون غائم زيا الى غائم، في عنا امطار بتشتد قذرتها احيانا، وفي عنا عواصف رعدية. الأمطار الفترة ممكن تشتد فيها ما بين فترة بعد الظهر والمساء، فهي الفترة تشتد فيها الأمطار. الحرارة ما في أي تعديل عليها، لكن تبقى متدنية. الحرارة تبقى متدنية موجودة عنه، وهذا الشيء عم بيؤدي لتلج على 1600 متر. نعم. في عنا المناطق اللي هي موجودة بالشمال ممكن يتدنى مستوى التلج أقل من هيك، فيما يقارب 1400. نعم. التلاتة هي جهة سريعة، التلاتة ما في عنا شيء، بلش طقس يتحسن تدريجيا. من في التلاتة بنلاقي طقسنا شوية غيوم، الحارة مثل ما قلنا بتضلع متدنية كمان. تلاتة؟ التلاتة كمان رح تضل متدنية التلاتة؟ ايه. هلا هو يبلش نشوف ارتفاع بالحرارة ابتداء من نهار الاربعاء، شوي يعني الخميس ببلش ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة. يعني اربعاء فينا نبلش نحكي من اربعاء خميس ببداية الارتفاع بالحرارة، كريسمس صيفي يعني. نعم. طيب الحرارة اليوم استاذ وسام؟ عنا هي على الساحل من 9 ل 22، بالجبال من 4 ل 14، الارز 2 تحت الصفر ل 9، بالداخل من 1 ل 15. رياح سطحية جنوبية غربية، أمتى بنحس بالساعة أكثر؟ عشية، لأنه كمان حيقلب الهواء شمالي غربي كمان. إي، أنا لك جو متى بتشيل شمالي غربي؟ اليوم جاي باكج يعني مش ناقصها شيء أبداً. عم بقول لك مش ناقصها شيء، بتذكر لما قلت لك تفشيها شوي لتحت؟ دفشتها كثير. طيب شكرا لك استاذ وسام، نحكي لكم بكره، يعطيك العافيه. صباح الخير جوال. جوال صباح الخير. صباح الخير لكل يلي عم بتابعونا. مثل العاده رح نبدا جولتنا اليوميه على ابرز عناوين الصحف الصادره لليوم الاثنين 22 كانون الاول. بداية مع صحيفة النهار، ملف العسكريين، كثرة الطباخين تزعج سلام، حوار المستقبل حزب الله ينطلق غدا. جملات للنهار، سننقل العرض لسلام وخلية الأزمة، الخطة الأمنية للبقاع ملحة وقد تكون مادة في الحوار. ضمن محليات النهار، زراعة الحشيش الموسم المقبل يبدأ في نيسان. هل يطبق قانون الإيجارات في 28 كانون الأول؟ ضمن افتتاحية النهار لليوم، كتبت نايلة تويني، هل حوار المسيحيين مستحيل؟ قوات البشمركة تتقدم في مدينة سنجار وتضارب الأنباء عن مصير مدينة بيجي. أخيرا ضمن عناوين النهار، حرب أرقام واستطلاعات بين السبسي والمرزوقي تسبق النتائج الرسمية للانتخابات في تونس. من النهار لعناوين صحيفة السفير، مناقصة وسطاء للمخطوفين وجملات يبشر بعرض جدي، حوار حزب الله المستقبل، وفاقية الرئيس وتنفيس الاحتقان. تونس فوز مرجح للسبسي وخصومه يشككون، الرئيس المنتخب للسفير أحيي المرزوقي ومستعدون للتعاون. ضمن الصفحات الداخلية لليوم بالسفير، أكثر من 50 مرسوما وقرارا في قانون السير بحاجة للتطبيق، البحرين حين لامست الثورة، أطراف الخليج. وختام عناوين السفير، إسرائيل وحماس مخاوف من انفجار جديد. من السفير لعناوين الحياة، التطوع في الحرس الوطني العراقي مطلع السنة،
مخاوف شيعية من سيطرة البعث على الموصل، والبشمركة تحرر جبل سنجار. النعيم للحياة، لن نتنازل عن حصتنا في أسواق النفط. وكتب غسان شربل: متى يرجع السوري؟ دعم أردني غير محدود للعشائر السنية في سوريا والعراق، غارات التحالف تساند المعارضة ضد داعش قرب حلب. جماعة الحوثيين تصعد، نجل الرئيس معتوه. وختام عناوين الحياة: بوادر نزاع على نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية. بنتقل لعناوين صحيفة المستقبل: احتقان بتدعي يوقد إشكالا على الحطب. سلام يستعجل تسلم المروحيات الفرنسية، والفلايتي يزور الجرود وسيطا. ضحايا الجزائرية إلى تراب الوطن هو عنوان الصورة الرئيسية لليوم بالمستقبل. تونس، أنصار السبسي يحتفلون بالفوز بالرئاسة. ترحيب عربي بمبادرة العاهل السعودي للمصالحة بين القاهرة والدوحة، رئاسة مصر، نأمل خطوات إيجابية مع قطر. أوباما: بوتين أوصل بلاده إلى انكماش اقتصادي هائل. وبالصفحات الداخلية لليوم بالمستقبل: أزمة الروبل والتصلب الروسي المتوقع شرق أوسطيا أيضا. غابات عكار النادرة تحت فأس التسيب. لبنان يتزين للأعياد ويأمل الاستقرار والسلام. وختاما بالمستقبل: 63% من الطرابلسيين باتوا فقراء، والعاطلون عن العمل 40%. من المستقبل للأنوار: ارتياح أهالي العسكريين لوسيط جديد، التقى الخاطفين وسلام مع المقايضة. أجواء حزن باستقبال جثامين ضحايا الطائرة الجزائرية. الأكراد يقفلون قسما من الحدود العراقية السورية. السعودية ترحب باستجابة مصر وقطر لمبادرة تحقيق التوافق. السبسي يعلن فوزه بالرئاسة في تونس. وختام عناوين الأنوار: أسواق الأسهم في الخليج تواصل الارتفاع. من الأنوار إلى اللواء: سلام يتمسك بحل شامل للعسكريين بعيدا عن المزايدات. لاريجاني ينقل تطمينات بعد زيارة بوغدانوف، والحوار يبدأ في عين التين وينتقل إلى مجلس النواب. الرئاسة: هل يبقى الوقود خارجيا والطبخون أجانب؟ بقلم صلاح سلام. الرياض تعلن استجابة مصر وقطر لمبادرة الملك عبدالله وإنهاء الخلاف. أيضا ضمن اللواء: داعش يعود للهجوم بعين العرب، وغارات للتحالف على ريف حلب. الأسد التقى لاريجاني، استئصال الإرهاب بالتوازي مع المصالحات. المرزوقي يعترض وينتظر النتائج النهائية اليوم. السبسي يعلن فوزه برئاسة تونس. وختام عناوين اللواء: بارزاني يزور جبل سنجار بعد فك الحصار. العبادي في الكويت واتفاق على محاربة داعش. من اللواء إلى أبرز عناوين صحيفة البلد: مفاوضان على خط الأسرى، وجملات يشيد بإبراهيم. الصورة الرئيسية مثل ما عم نشوف هي لأهالي ضحايا الطائرة الجزائرية، وهن عم يستقبلوا جثامين أبناء بالمطار مبارح. حوار العيدين جلسة تعارف. كيف يبدو الشمال عشية الميلاد؟ ومن البلد لا ترجم العناوين صحيفة ديلي ستار: تجمع مفجع لأهالي ضحايا الطائرة الجزائرية عقب وصول جثامين. سلام يؤكد وصول الأسلحة الفرنسية قريبا. السبسي يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية التونسية. أيضا بترجم إلى عناوين صحيفة لوريون لوجور الصادرة لليوم: السبسي يعلن فوزه والمرزوقي يحتاج، تقارب حذر بين وسائل غير مؤكدة. بارزاني يحتفل بالانتصار في جبل سنجار. وأخيرا بملف العسكريين المخطوفين: تسمية نائب رئيس بلدية عرسال من الوزير بوفعور للوساطة. تابع مع عناوين صحيفة الشرق: سلام يتعاملون مع قضية العسكريين وكأنها فولكلور. داعش يقبل تكليف أحمد الفليطي وسيطا. كتب لليوم عون الكعكي ضمن رأي الشرق: الحوار مهما طال الزمن.
والصورة الرئيسية حملت عنوان عادة الجثامين فمتى الحقيقة؟ المشنوق للتشدد بالسهر على المواطنين، شركات النفط والثقة في لبنان. السبسي يعلن فوزه والمرزوقي لانتظار النتائج. وختاما بالشرق، مدرسة موسيقى بريطانية تجند الفتيات في داعش. من الشرق للشرق الأوسط، مواجهات بعد إعلان تصدر السبسي الانتخابات الرئاسية. أنصار المرزوقي يرفضون النتائج ونسبة المشاركة أكثر من 59%. برزاني من سنجار، حررنا 3000 كيلومتر مربع من داعش خلال 48 ساعة. العبادي يزور الكويت لتصفير المشكلات. وزير البترول السعودي أكد اللامؤامرة لخفض أسعار النفط. النعيمي على المنتجين من خارج أوبك خفض الإنتاج. بحث الحوار الوطني بين السوريين بعيدا عن التدخلات. لاريجاني يلتقي الأسد ويرجئ زيارة مدافن حزب الله في الضاحية. وختام عناوين الشرق الأوسط، تركيا جولن على لائحة الأنتربول الحمراء بعد الضوء الأخضر من القضاء. من الشرق الأوسط لعناوين صحيفة الأخبار، الحوار خلال 48 ساعة هو العنوان العريض لليوم بالأخبار. جعجع ذاهبون إلى الحوار مع عون والحركة الدولية في ملف الرئاسة بلا بركة. روسيا وإيران 6.4 مليار دولار لدمشق. قمة مصرية قطرية الخميس، رهن التزام الدوحة تعهداتها كاملة. وختام عناوين الأخبار، السبسي يتقدم نحو قصر قرطاج. ختام جولتنا مثل العادة بيكون مع عناوين صحيفة الجمهورية، حزب الله لتفاهم يشمل الجميع. والصورة الرئيسية مثل ما عم نشوف حملت عنوان الرحلة الأخيرة. الثورات الملونة انتهت. مطابق وغير مطابق، حقائق لا يعرفها الجميع. مع هالعنوان بنكون وصلنا لختام جولتنا على الصحف. رح نتوقف مع أول فاصل، من بعد أبرز المواعيد السقفية والميلادية مع جوال. أخبارنا الثقافية رح تبدأ مع كريسمس ريونيون، وهي أمسية لمجموعة من النجوم أبرزهم والكفوري كوميدي نايت ويتيم آر. رح يلتقوا بأمسية بيقدموا فيها الأغاني، العروض الراقصة وأيضا الضحك والتسلية، نهار الثلاثة بكرة 23 شهر الساعة 10 المساء على مسرح الفورم ببيروت. وعلمنا إن المحبة هي قيمة الإنسان، بيعطي من قلبه بيحلي معنى الإيمان. علمنا إن المحبة هي قيمة الإنسان، وإنه اللي بيعطي من أغلى إنسان بهالكون. رح نتابع مع باسكال صقر يلي بدوره رح تقدم كونسير ميلادي بدعوه من جمعيه اليد الممدوده. مجموعه من الترانيم والاغاني الميلاديه والنشاطات الخاصه بالاطفال مع توزيع للهدايا. الموعد اليوم بمدرسه مار يوسف بقرنه شهوان ابتداء من الساعه 4:30 بعد الظهر. رح نسمع على باسكال. قدامي وخلفي طوفان، بعيدا عن الاخبار والاجواء الميلاديه، فرقه الراحل الكبير بموعد جديد وعرض سبق وقدموا بيحمل عنوان لابومب. الموعد بكره 3:30 المساء على مسرح مترو المدينه. Oh, puis-je implanter ma bombe,
منتابع ومثل كل سنة كريسمس فيلج بيز غرتا بتقدم مجموعة من النشاطات الخاصة للكبار وللصغار، والسنة رح تختم فعالياتها مع عرض بعنوان كريسمس ويذ ميني ستوديو نهار الثلاثة بكرة 23 شهر الساعة 4:30 بعد الظهر، ومشهد من عروض لميني ستوديو. أفلام هارون بغدادي صارت جاهزة ضمن مجموعة أطلقتها نادي لكل الناس الأسبوع الماضي، وبتضم أربعة من أهم أفلام هارون بغدادي الروائية، وهي خارج الحياة، لبنان بلد العسل والبخور، بيروت يا بيروت، وحروب صغيرة. والمجموعة بتضم أيضا مقابلات وسيرة حياة هارون بغدادي بعنوان أيام هارون بغدادي، وأصبحت هالمجموعة متوفرة بالأسواق. Fai male a rifiutare il cibo che ti diamo. Sappiamo noi cosa devi mangiare. Perciò adesso mangi. Io non la mangio quella merda schifosa. Tu mangi come noi, francese, perché non sei meglio di noi. Avanti, mangia, frocio. Non ti permettere di darmi del frocio. Mangia. Se non mi interrogate, non mangio. عائلات لبنان تساند عائلات فلسطين، وهالمجموعة رح بتقدم عرض بعنوان أمتعة، كتابة فاتح سميح عزام، إخراج هنا شمعون، سبت المقبل 27 شهر الساعة 7 المساء على مسرح بابل بالحمرة. أيضا مترو المدينة بأمسي وموعد جديد مع جز نبض، الموعد الجديد رح بيكون ب 22 شهر أي الليلة ابتداء من الساعة 10 المساء. وبخبر أخير، الأوركسترا الهارمونية التابعة لموسيقى قوى الأمن الداخلي، ومن بعد ما قدمت خلال جولتها الميلادية مجموعة من الأمسيات بمختلف المناطق اللبنانية، رح تختم فعالياتها لهالسنة بكنيسة مارلياس بأنطلياس ب 23 شهر بكرة، بأمسية بتضم كورال الكنيسة كنيسة مارلياس بأنطلياس بالإضافة لمجموعة من الأطفال بأمسية ميلادية وكونسير خاص. Like we sent people singing وبقيادة المقدم زياد مراد. هيك بنكون ختمنا جولتنا الثقافية والفنية، رح نرجع لعند جوال وأحوال الطرقات لليوم الاثنين. اليوم بداية أسبوع، وبداية أسبوع العيد، يعني لحتى نشوف كيف رح تكون حركة السير بصباح النهار. البداية مثل العادة من جسر سليم سلام، عم نشوف أنه في حركة سير قوية على الجسر من سليم سلام باتجاه ما نضلنا بسليم سلام للزلقة باتجاه بيروت. مثل العادة حركة سير كتير ضاغطة، بالاتجاه المعاكس أقل ضغط سير. ننتقل من الزلقة لصيدا، كمان عم نشوف انه في حركة سير قوية.
من صيدا لجونه بالاتجاهين اليوم بجونه في حركه سير قويه وفي ضغط للسير. رح ناخذ تفاصيل اكثر مع اتصالنا المباشر من غرفه التحكم المروري، معنا الرئيب الاول سعيد الحاج. صباح الخير. صباح النور، يعطيكم العافيه. الله يعافيك، تفضل. بالنسبه لحركه سير اليوم الاثنين، بنبلش بالمدخل الشمالي. نعم. اجمالا من جوني تحديدا من مفرق غزير باتجاه بيروت وصولا حتى مفرق يسوع الملك، عم تشهد حركه سير كثيفه. هذا بالنسبة للمسلك الغربي. أما بالنسبة للمسلك الشرقي عم يشهد حركة سير طبيعية إجمالا. بولفار سن الفيل من نهر الموت باتجاه الإشارات الجديدة اتحاد الخباز عم يشهد حركة سير كثيفة، كذلك بتكمل على الصالومي جسر الحيك وصولا حتى جسر الواطي حركة سير ناشطة. أوتوستراد المتن السريع باتجاه نهر الموت أيضا عم تشهد حركة سير كثيفة. المدخل الجنوبي عم يشهد حركة سير ناشطة إجمالا من خلدي باتجاه أنفاق المطار، كذلك من خلدي باتجاه مفرق بشامون عرمون عم تشهد حركة سير كثيفة، بتكمل كثيفة وصولا حتى شوي فات الحدث مقابل الجامعة اللبنانية. اجمالا هيدا كل شيء حتى خصوص السير. هلا هو هيدا مشهد يعني بنشوفه مع كل بداية اسبوع، فكيف كمان اذا كان اسبوع العيد؟ صح، اليوم لانه بتصور كرمال الطائرة الجزائرية حسب ما عم بحكي مع الشباب انه يمكن بعد في عالم اضربة عاملين شوية اضراب كرمال الطائرة بتصور، وفي بعض المدارس كمان عطلوا، في كم مدارس عطلوا كمان يعني خففت من ازدحام السير. نعم. بالنسبة لحوادث السير؟ بالنسبة لحوادث السير في عنا خلال 24 ساعة أربع حوادث نتج عنهم 6 جرحى إجمالا. نعم، ما في ضحايا. على طول هيك وبخفوا أكثر إن شاء الله، بكونوا أكثر إن شاء الله، خصوصا هلا على رأس السنة كمان. في تسكير لطرقات أو أشغال ببعض المناطق؟ صح، بالنسبة للأعياد المجيدة أنه تتخذ تدابير لحفظ الأمن والنظام وتسهيل حركة سير في كافة المناطق اللبنانية وخاصة أمام دور العبادة الكنائس يعني بمناسبة العيد. نعم. يلا بنعد عليكم جميعا يا رب. مرسي وعليك. على كل حال بنرجع بناخذ تفاصيل تسكير الطرقات بمناسبة العيد بالأيام المقبلة. الرئيب الأول سعيد الحاج، متمنى لك نهار حلو. تسلمي، خلينا إياكي، مرسي. رح نتوقف مع فاصل جديد، من بعدها بنرجع على أخبار الصباح، خليكم معنا. صباح الخير، قرب الموعد، الموعد يلي بيختصر كل المواعيد وكل المعاني والتواضع والتسامح والحب، وبالأيام الأخيرة بنتحضر لاستقبال ملك المجد. مثل المجوس الجايين من بعيد منلحق النور ومنحمل هدايا ومننطر الميلاد، أو مثل الرعيان منحمل ضعفنا وخوفنا وأملنا وكل نوايانا الصغيرة والكبيرة ومنفتش على مغارة بيت لحم. بعيد الميلاد منوقف كل الحسابات ومنتطلع ومنتأمل، ورغم الخوف والحقد والأزمات وصراع القوة حوالينا، داخل كل واحد منا في مزود فارغ، وببلدنا مغارة ناطرة ولادة طفل يحمل معه الحب والسلام. بالأيام الأخيرة من السنة عجقت إعلانات وترويج لأحلى ليلة سنة، وما تبرم وما تحتار، والإعلانات دخلت عالم مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك تويتر وغيرها. أما بالنسبة لأصحاب المطاعم والمقاهي فليلة رأس السنة هي مناسبة للخروج من الركود الاقتصادي الواقع في البلد. بمنطقة أعالي كسروان حراج الفريا تحضيرات على قدم وساق، والأمال كبيرة بتعويض خسائر سابقة. تقرير للزميل خالد أبو شقرة، من تابعه سوا. مع اقتراب العام الحالي على نهايته، عم تنشط بمختلف المناطق اللبنانية التحضيرات لاحتفالات رأس السنة، والإعلانات عن السهرات بالفنادق والمطاعم بدأت تاخذ مكانها على جوانب الشوارع والطرقات، والفنانين هالعام يبدو أنهم على أهبة الاستعداد لإحياء سهرات بتستمر لوجه الصبح. بالظاهر تبدو الحركة طبيعية ومشجعة،
لكن بالباطن يبدو الوضع جعجعة من دون طحين. فالتحضيرات الكبيرة ما عم تترافق مع هدوء واستقرار بيسمح للسواح طحين لبنان الذهبي بالقدوم وتمضيد إجازة العيد بربوعه. يعني السنة رح ننبسط من الشغل، لأ رح يكون أحسن من سنة الجاي. بالحقيقة السنة ما في نسبة مثل نسب السنين السابقة بالنسبة للحجز، الحجوزات ضعيفة. نحن كنا نعول بالماضي على السواح، بس بالحقيقة من حوالي الثلاث سنين ولهلأ ما في سواح. نحن قلنا 7-8 سنين كل سنة أريار لورا عن سنة، سياحة وحرب ومشاريع ما بيزبطوا مع بعضهم. عم نشتغل وماشي الحال، بس البلد على الهاوية. لأن ما خايفين من كل ما يصير فينا مثل السنة الماضية، ما صار ثلج. بالتالي ما بتكون ناشفة. بتكون ناشفة يعني خالص. ما عارف عليه. لكن شرط أساس الثلج. أكيد. بلبنان أكيد الثلج أهم شيء. من بيروت والمناطق الساحلية انتقلنا صعودا نحو ميروبا، حراجل وفريا، أحد أشهر المناطق اللبنانية بالسياحة الشتوية. الوضع بقي هو ذاته، استعدادات كبيرة وآمال أكبر على أنه تحمل هالفترة من السنة الخير والبركة لهالمناطق، وأنه تترافق مع عودة الثلوج المحرك الأول والأخير للحركة السياحية. يعني مثل ما بتعرف المنطقة هون تتكل على التلج كتير. سنة الماضية ما كان عندنا موسم، نتأمل السنة يكون في موسم. لحديث هلأ بعد ما بين تلج، هلأ في عندنا شوية حجوزات. العالم اللبنانية بتنطر للآخر تتحجز آخر دقيقة مثل ما بتعرف. إن شاء الله نتأمل خير يكون أحسن من سنة الماضية. بس الموسم ما في موسم، يعني لأنه ما في تلج، ما في شيء. بس رأس السنة هيدي يعني بيجوا بيطلعوا، لا حتى لو ما في تلج. لا هيدي فترة رأس السنة 3-4 أيام يعني بس. أكيد مغتربين بيجوا، والسواح نسبة 50% من اللي كانوا يجوا قبل. بس بفتكر إذا في تلج وسكي الموسم يعني العجقة والازدهار بيصير تقريبا لآخر أدار لهديك فترة. بفاولوا من هالناحية، بفاولوا. بس بيزيد عليهم إذا في تلج، بيزيد عليهم 20-30% اللي ما إله خاطر يجي. كان بوجود التلج بيجوا، بس إنه إن شاء الله إذا صار في موسم وتلج أكيد جيراننا كلهم بيجوا، والمغتربين ما في شك. هذا شيء منيح لإلنا كدورة اقتصادية. أنا بلاسية بيجي طبيعي عن بضاعة، ما بيشتروا بضاعة. لا ما في تلج، بدنا تلج يعني تلج تيصير في بضاعة. ما في تلج ما في بضاعة. الاتكال على الأسابيع القادمة أي عيدي الميلاد وراس السنة هو محط اهتمام كل القطاعات السياحية ببلد تحولت فيه السياحة من 365 يوم بالسنة إلى أيام معدودة على أصابيع الإيد الوحدة ومرهونة بالأوضاع الأمنية. نتابع حلقتنا أبرز وأهم المهرجانات، عم نكون حاضرين لتغطيتها ضمن برنامج أخبار صباح. هلأ محطتنا مش من لبنان، أنا ما من دبي يلي شهدت على مهرجان دبي السينمائي بدورته الـ11 عدة نشاطات سينمائية، نجوم مرقوا على السجادة الحمراء، إنما كمان ما غاب عن الحفل المساعدات الخيرية من خلال الحفل الخيري العالمي Global Gift Gala. تقرير أحد أبرز فعاليات مهرجان دبي السينمائي هو الحفل الخيري يلي بيعمل دايماً مهرجان دبي السينمائي على المحافظة عليه. هالعام الحفل بعنوان Global Gift Foundation يلي هو بالتعاون بين دبي العطاء وإيفا لونغوريا فونديشن ومجموعة من المؤسسات الخيرية. فحضر هالحفل مجموعة من الفنانين العرب والأجانب على رأسهم الممثلة العالمية إيفا لونغوريا. أي جالة
تخص الأعمال الخيرية بعتقد كلها مهمة، مش على حجمها كانت كبيرة أو صغيرة، كلهم مهمين، واشتراكنا فيهم المفروض مش بس أنه والله حتى نكون باينين، لا هذا واجب علينا نكون موجودين في أغنية بكرة اللي احنا عملنا شاركنا فيها كذا فنان، احنا تامر حسني، شيرين، فايز السعيد، في كثير فنانين شارك، لطيفة وسيدة ماجدة كانت للأسف بعدين اعتذرت، فاحنا عملنا هذا قبل سنتين تقريبا وهو ظهر مشارك في المهرجان، فعشان كذا احنا هنكون موجودين. احسن حاجة لما في حد يوصل لمستوى معين من الشهرة انه هو زي ما بيقولوا بالانجليزي to give back to the community، وإيفا وغيرها من الناس اللي هم بيحاولوا دايما ان هم يساهموا دايما في المجتمع ويرجعوا تاني نوع من زي رد جميل تاني للمجتمع، و I think ان هو دي مهمة اي حد ان هو لما يوصل لمستوى معين ان هو يحاول يعمل كده. الفنان ليس فقط من هو يوقع الاوتوغرافات ومن يصور مع الجماهير وبعيد عن السيلفي والحاجات هذه، اكيد الوجود في 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 في, في مواقع مثل هذه اهم. هالعام هو حفل Global Gift Gala يلي أقيم بالتعاون بين دبي العطاء، مؤسسة إيفا لونغوريا، سانرايز كي وGlobal Gift Foundation. أقيم خلاله مزيد علني على بعض الأغراض السمينة ويعود ريعة للمؤسسات المشاركة. Global Gift Foundation مؤسسة لا تبغي الربح، تأسست سنة 2013 بهدف إحداث أثر إيجابي بحياة الأطفال والنساء والارتقاء بهم نحو الأفضل. تبرعت المؤسسات بمئات ألاف الدولارات لدعم مشاريع عديدة ومنها مشروع كافح من أجل الحياة. مؤسسة إيفا لونغوريا بتسعى لتحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص عمل وتعليم أساسي بالبلدان النامية وأطفال أمريكا الجنوبية، وبتدعم أيضا الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. ومؤسسة دبي العطاء بتقوم بالعديد من المساعدات والتبرعات حول العالم. كل واحدة لها منهج معين في مجال العطاء، وكل واحد قاعد يحاول يحل مشكلة أخرى موجودة بالعالم، وشفنا الترابط هذا، وخصوصا أن في سيلبرتي موجود مع الجلوبال جيفت جالا اللي هي إيفا لونغوريا، وهي أي سيلبرتي تعتبر، ومن ضمنها الحفل يعني واحدة من الأشياء اللي نريد نقدمها أي سيلبرتي، فكان الترابط قوي مع بعض، وخصوصا أن تواجدهم في أمريكا اللاتينية وقليل ما في تواجد من المنطقة هاي في مساعدات أمريكا اللاتينية، فهذا هو كان الترابط والفكرة كلها. We're really lucky to be picked by the Dubai International Film Festival as one of their philanthropic partners and also with Dubai Cares. I was a big fan of Dubai Cares. I've been coming to Dubai for many years and I always knew about Dubai Cares and all the work that they do around the world. And so for us it's been a lot of fun to partner with them and to help them bring more awareness to all of the programs they're doing throughout the world. I'm truly honored to be invited by, you know, Maria, Alina and Eva. I think they are incredible people. This is my fourth time at the Global Gift Gala. I've performed three times before, so I'm so excited to perform again. I am singing my rendition of I Will Survive. Hello, everybody in Lebanon. How do you say kisses in Lebanese? Oh God, forget it. هالحفل يعد من أبرز فعاليات مهرجان دبي السينمائي، ومعظم الفنانين بيعملوا على أنهم يكونوا موجودين ليقدموا رسالة مهمة للمجتمع. Talia Storm and you're watching Akhbar Sabar Future TV. من دبي لألمانيا وتحديدا من قصر تم بنائه بالعام 1747 بيحتوي على قبر الملك فريدريك. لهون الخبر عادي، انما مش عادي يكون على القبر في بطاطا. تقرير. سانسوسي هو اسم القصر اللي أمر ببنائه ملك بروسيا فريدريك الأعظم. هالأخير اشترى هضبة مهجورة بالعام 1744 وأمر بزرع كرم للعنب، وبناء القصر انتهى بالعام 1747.
الملك كان مجدد بسياسته، حبه للموسيقى انعكس بالهندسة الداخلية، فكان متأثر بتيارات العصر، كما أنه كان مؤلف وعازف موسيقي. سانسوسي، القصر اللي بيبعد 40 دقيقة عن العاصمة برلين، عم يستقطب ملايين الزوار سنوياً، ولوحة أندي وورهول لشخص الملك عم تلاقي اهتمام كبير، إضافة للبطاطا على قبر الملك. ليش بطاطا؟ هالأخير شجع زراعتها وبعد لليوم مكون أساسي بالأطباق الألمانية. دبي ألمانيا، ورح نرجع على لبنان مع السؤال اليومي، وسألنا الناس من وين بتجيبوا المي لتشربوا. خلونا نشوف. من شركة المي، من الحنفية، مية الشركة، المي بتيجي على كل البيوت، بس في ناس بتضل بتشكو وبتنعى. أنا بشتري، مش كتير هلأ، ما عادت كتير واسقة. ولك الله يساعدنا على المي وعلى كل شيء فيه مي. أنا عم أشرب من الدولة مع فلتر بالبيت. ولك بالبريق أيام زمان فخار، وإيش في بالفخورة، ليه ما بنشغلها للفخورة؟ براد عم جيب مي جالونات بسنتا 2014 اذا 2013 ما بياخد كذا شركه غيرتها من ورا الشغله هيدي. والله عم انا بشتري مي. لا 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 لا، انا من زمان ما بشرب مي على كل حال. ايه لا لا لا، مين عارف مين انا بشرب مي؟ ما بح. مرحبا مريم. مرحبا، كيفك؟ كيف كل يوم؟ انا بقول لك كتاب لورد اوف ذا فلايز. برافو جوي، عرفت شو هو؟ عنجد انا عرفت من المشاهد. عرفت من المشاهد جوي. تفضلي مريم. اذا لورد اوف ذا فلايز، ليل منا بيعرفوا انه هالفيلم الرائع هو باساسه روايه، واليوم كمان باطار ال 15 روايه اللي تحولوا لاجمل 15 فيلم رح يمرق معنا هالفيلم وهالروايه. اذا اروع روايه، وهي بحد ذاتها قراءة لتاريخ البشرية، مثل بروايات ألبير كامو وفرانس كافكا وغيرها من روايات بداية القرن العشرين. Lord of the Flies أو أمير الذباب رواية رمزية جدا مليئة بالإشارات والإيحاءات، وهي تعد أهم أعمال الأديب الإنجليزي المخضرم ويليام جولدينج الحائز على جائزة نوبل للأداب العام 1983. هالرواية بتتحدث عن مجموعة من الأطفال البريطانيين نجوا خلال الحرب العالمية الثانية من سقوط طائرة بيحملهم القدر إلى جزيرة غير مأهولة بالسكان، وهونيك بيبدأوا يبحثوا عن الأمن والغذاء وعن وسيلة للخروج من هالمكان. أمام صراع البقاء بيظهر الولد رالف بطل الرواية، وهو الشخصية الرصينة يلي بيلجأ للحوار وبيبرهن بأنه جدير بتحمل المسؤولية، على عكس شخصية جاك الطامع بالسلطة من أجل تنفيذ مآربه الشخصية على حساب الجماعة، والولد المتعطش للاستبداد والعنف. وبتبقى شخصية سايمون الأقرب إلى قلب الكاتب، ولد خجول مريء بالرؤى والخيالات الإبداعية، وبيمثل السلام والطمأنينة. رواية أمير الذباب هي قراءة لتاريخ البشرية والصراع بين الحق
والباطل، ورواية مليئة بالدلالات السياسية ومليئة بالأحداث يلي بتحمل مغزى سياسي، وهي رواية نشرت بالعام 1954 وكانت هي رواية جولدينغ الأولى. وعلى الرغم من أنها ما حققت بالبداية نجاح كتير كبير، بهداك الوقت بيعملنا فقط أقل من 3000 نسخة بالولايات المتحدة، ولكن مع الوقت لما برزت أهميتها أصبحت من أكثر الكتب مبيعا، وبحلول أوائل الستينات صار مطلوب قراءتها بالعديد من المدارس والكليات. وطبعا تم اقتباس فيلمين عن الرواية، أول فيلم كان بالعام 1963 والإخراج لبيتر بروكس، وعم نشوف منه مشاهد يلي هو بالأسود والأبيض، والفيلم الثاني بالعام 1990 والإخراج لهاري هوك. نعم. مريم عم بتقولي تم اقتباس فيلمين، أي نسخة من الفيلمين كانت أفضل وإلى أي مدى التزم الفيلمين بالنص الأدبي؟ نعم طبعا جوال، الفيلمين أو الفيلم بنسخة العام 1990 كان أفضل، عم نحكي عن 30 سنة فرق بين التجربتين السينمائيتين. بهالفترة كان حصل أكيد تطور هائل بصناعة الأفلام، خاصة أنه بنسخة العام 1963 يحكى أنه أعضاء فريق التصوير كانوا كلهم مبتدئين، ومعظمهم كان هالفيلم أول تجربة سينمائية إلهم، مع هذا كله اعتبر هالفيلم بوقتها إنجاز كتير كبير. أما بالنسبة للالتزام بالنص الأدبي، يؤخذ على الفيلم بنسخته الأجدد أنه ما التزم كتير بمضمون الرواية، ويقال أنه المخرج بالوقت سمح للأطفال الخروج عن السيناريو والارتجال، بوقت الفيلم بنسخته القديمة كان أمين أكثر للرواية والنص الأدبي. نعم. مريم ذكرت أنه رواية مليئة بالإيحاءات والدلالات السياسية. صحيح. وخاصة أنه عم توصلنا هالدلالات من خلال أطفال. صحيح. شو هو المغزى السياسي من الرواية؟ نعم جوال، بالرواية قسم جولدينغ الأولاد لفريقين سياسيين، الأول فريق الخير والثاني فريق الشر. والفريق الأول بيتزعموا رالف والثاني بيتزعموا جاك رالف، وفريق دعوا للسلام وسعيوا لتحقيقه وحاولوا الحصول على النجدة لإنقاذ كل الأولاد. أما جاك وفريقه فلجأوا لاستخدام العنف والقمع ضد كل من خالفهم رأيهم. فريق الشر كان الأكثر عداء والأكثر قوة، وهون كانت الرسالة واضحة من جولدينغ ليقول أنه الهيمنة والغلبة هن للأشرار بعالمنا المعاصر، وأنه الطبيعة البشرية هي ميالة بالأساس للعنف والشر. للشر. نعم. للأسف. نعم. شكرا لك مريم. اليوم الاثنين نرجع نشوفك الأربعة مع اللارات بإصدار جديد. يلا. أنا من تنظيم خبيرة الموضة هادية سنو، أقيم بقصر سرسق معرض جماعي بعود ريعه لجمعية بسمة لمحاربة الفقر. رح منتابع سوا شو تضمن هالمعرض الميلادي بهالتقرير. لأنه المناسبة هي عيد الميلاد، رمز المحبة، الأمل والسلام، بمكان الأصالة والتراث اجتمع 35 مصمم ومصممة، رسالتهم الفن والإبداع وهدفهم العطاء. كريسمس at the villa هي منا لتعطي أفكار للأشخاص شو بدهم يجيبوا هدايا، بس بنفس الوقت جامعين كل أهم مصممين اللبنانيين، ونحن لقينا أنه هي بتكون طريقة حلوة أنه نحتفل بعيد الميلاد ونخلي عالم تجي وتقدر يكون عندها مجال to donate وتساعد غيرها. مش بس أنه عم نعمل معارض وعم نعمل نشاطات، بس أنه فيها مغزى وفيها أهم شيء أنه عم نقدر نساعد الناس اللي محتاجة. كريسمس سبيريت أنه الكل يكون حاطين ايدهم بايدين بعض، كرمال نحن نكون عم نساعد كلنا سوا المجتمع من خلال جمعية بسمة اللي هي جمعية صار 12 سنة وبتعنى بالعائلات المحتاجة، لنساعد هالولاد بفترة الأعياد ونعطيهم بسمة حلوة. كله مبسوط وكله عم يعطي أحلى شغل. مع كل هالحالة اللي عم بتصير بالبلد، شوف العالم عم تجي وهيك مثل كأنه نحن هيك منفس لإلهم. One horse open sleigh or the fields we go. نوع المعرض بين الأشغال اليدوية، المجوهرات والملابس اللي بتناسب جميع الأذواق، وأجواء الموسيقى والفرح أطفت على المكان روح العيد ورهشته. It's a very successful event لأنه بيجي كتير عالم وفاشونيستاس وبلوجرز. بتحسي إنه في ناس بتهتم بالفاشن، بتهتم بالشي، كل شيء ارتستيك، كل شيء هاند ميد. إذا كنا تبعنا نحن وصغار لولو وطبوش كنا نحبهم كتير، ف
فساك لولو طبوش. هلا سيزن كريسماس واعياد وانا عم اقدم للاطفال للولاد تياب لكجري للايفنت. ان شاء الله نضلنا على طول هيك بهيدي الاجواء اللي ما فيها ولا تنشن ولا شيء، عالم وسليبرتيز، يعني شوية حركة هيك بيشجع العالم، بيشجع ان احنا نشتغل اكثر والعالم لحتى تتفرج على اشياء جديدة كمان. عن جد في جو عيد، ان شاء الله يا ريت ما يخربتوا لنا شيء هالسياسيين ونحن باحلى خير. تابعين معكم، ومن الأمسيات الخاصة بالميلاد المجيد كانت أمسية للفنان جابرييل عبد النور على مسرح اليونسكو. الأمسية تضمنت تراتيل وترانيم ميلادية بمشاركة كورال ثانوية السيدة للراهبات الأنطونيات الحزمية، وتخللها أيضا إطلاق الألبوم عدروب المغارة. تقرير. هللويا هللويا غنوا معي نغني على الأرض السلام، غنوا معي نغني السلام. هللويا هللويا غنوا معي نغني على الأرض السلام، غنوا معي نغني السلام. للعيد لون آخر بصوته، تتلون معه علب الهدايا وبناجي المخلص بقصائد ولحن سماوي، أنشودة المحبة وشعلة السلام لحملها الفنان جابرييل عبد النور على دروب المغارة، قدمها على مسرح اليونسكو بأمسية ميلادية راقية. ضوء الليل فتت أعياد، هو كله الألبوم على دروب المغارة، يعني اللي بيعني كريسماس على أصوله. كلمات الياس ناصر، بسمة بطولة، سهام الشعشاع، ندى عبد النور وكلماتي. سعيد كتير أنه على 18 قطعة بعد 15 سنة من غناء الميلاد بتسع لغات هالمرة أطلقناهم بألبوم. بحس بشعور هيك كتير حلو، خصوصا انه واقف قدام استاذ جابرييل، هذا النهر كتير كبير الي. مبسوطة لأنه هيدا عيد الميلاد، وعيد الميلاد على طول حلو في بركة وسلام. بتمنى بعيد الميلاد إنه كل الناس يكونوا مبسوطين. وفرحة الأولاد أهم شيء، يعني بتلاقي كل الأولاد الكبار وصغار مجموعين وبيجمعهم كلهم وبيطلعوا أغاني ميلادية حلوة. عالم متشوقة على الرواق، متشوقة على السلام يلي ما بقى عنا إياه لا داخليا ولا خارجيا. بمشاركة العازف ماجي أبو اللمع وكورال ثانوية السيدة للراهبات الأنطونيات غنى جابرييل الميلاد، واستمتع الجمهور لمدة ساعة وربع بصوت وأداء بجسد معنى العيد. بنتي مبسوطة جاية تشارك ونحن جايين نشجعهم. معنا وجداني لقلهم انه مش العيد بس هيك هيصة، اشياء كتير حلوة عم يعملون اياها. جاية شرب تغني لنوال. وبيحسوا الأولاد بالعيد وبينبسطوا. لازم يضلوا يشربوا
شاركوا بكل شيء يعني كمان بالفرح والعيد. أكيد أكيد جو كتير حلو خصوصا بعيد الميلاد، أنا أزرف عيد. بعضهم اللبنانية عم بخبروا أنه بالرغم من كل شيء عم بصير نحن بدنا ننبسط ونحن بدنا نفرح. نتابع حلقتنا مع ضيفتنا لليوم باتريسيا شرفان، مؤسسة ورئيسة تحرير مجلة هوم فور ماجازين، وبتحمل كل موسم اسم جديد بحسب الموسم اللي عم نقطع فيه، مثل هلا هوم فور كريسمس. اهلا وسهلا فيك مدام. بونجور. يعطيكم العافية، هذا أول إصدار. مزبوط. هذا أول إصدار. كيف اجت فكرة المجلة؟ المجلة صار لها زمان بالفكر، لأنه أنا كتير بحب الاغتراب اللبناني، وبتصور ما كتير عم نتوجه له، ما عم توجه له كفاية، وهي هيدا المجلة بتروج لبنان لللبنانية بلبنان ولبرات لبنان، وصلها توصل بين بعضهم. مشان هيك بتتضمن كل ما يخص لبنان أو الصورة الحلوة مثل ما سميتي لنا إياها تحت الهواء، يعني بتحكي مزبوط عن كل شيء حلو بلبنان. مزبوط. وبتتوزع لللبنانية وللاغتراب مثل ما قلتي من خلال الجاليات. من خلال الجاليات، من خلال بارتنرشيب عاملينها مثلا مع الورد لبنانيز كولتشرال يونيون يلي هي جامعة لبنانية الثقافية بالعالم، من خلال كتير جمعيات تانية كمان يلي بتختص بالاغتراب، يلي كل يوم عم نتشبك نعمل مور نتوركينج مع وحدة جديدة منه. إذا ما نحكي شوي عن المجلة، هي فيها شوي عن كل شيء، فيها عن الأكل اللبناني التقليدي كنا عم نحكي، فيها عن زينة الميلاد، فيها وين فينا نروح نحن هلا ناخد عيالنا ناخد أولادنا على مطارح مزينة وبتعطينا هيك جو أكتر بالعيد. خبرينا شوي أكتر عن محتوى المجلة. المجلة مثل ما قلتي فيها اشياء واحد حلو يعملها على كريسمس، اللي هي مثلا الكونسيرات الكتير اللي بتصير بلبنان، المعارض، الاشياء الثقافية، وين في ياخد ولاده على اشياء بتخص نويل واشياء من هالنوع. بس زيادة فيها شيء جديد، انه واحد عادة عن نويل بيزين وبيظهر وبياكل وبيحتفل، بس الحلو بالمجلة انه فيها سكشن كبيرة وين في يعطي المجتمع من بعد كل هيدا، يعني كيف هو في ساهم، كيف في يرجع يتطوع بهيدول الايام من السنه، يلي بيرجع بيتطوع وبيعطي هالجمعيات. اذا بتشوفي بالاخر في سرير من الجمعيات، واحد في يتطوع اذا يتعرف عليهم اكثر، لانه بتعرفي شغل المجتمع المدني مش كتير معروف بلبنان غير للناس اللي بيشتغلوا فيه. مركز سرطان الاطفال مثلا، مثلا في تقريبا شيء 19 جمعيه حلو واحد يتعرف عليهم ويساعدهم، يا يتبرع بوقته يا بطريقه ثانيه. كمان هيدي غير قصه الجمعيات، فيها الشرك كيف هن كمان بيساهموا ببناء المجتمع من خلال الكوربريت سوشيال ريسبونسابيلتي، يعني المسؤوليه الاجتماعيه للشركات. سو هيدا المجله بتهم المراه، بتهم الناس اللي بحبوا الفاشن، بتهم الرجل، بتهم التين ايجر، بتهم بتصور كل العائله. عم نشوف صور من احتفالات ميلاديه، هدول من هذيك السنه اخذينهم لا هن مثلا جبال من السنه، هن عم نغطي عن مثل ما قلت انت بلديات كيف كيف بيحتفلوا بالميلاد. بتعرفي نحن بلبنان معودين دائما يمكن ننق على الدوله انه ما بيعملوا شغلهم واشياء مش ما بتزبط، لا في شغل بالنهايه، نحن بالنهايه في ناس بتشتغل، بقى يلي بيشتغل حلو واحد يبرز شغلهم اكثر وننبسط بالاشياء اللي بيعملوهم الحلوه. اذا هلا اسمها هوم فور كريسمس، الاصدار الثاني اي متى رح يكون؟ شو رح يكون اسمه؟ Next time هو Home for the Summer، رح يكون كمان بعد كم شهر. هي الشغله كمان المميزه فيها اللي يعني رح تكون موسميه، سوري قطشتك، موسميه يعني لتس كل ست اشهر رح يصدر عدد. هلا السنه الجايه الانداراد رح يكون في هوم فور عيد، يعني رمضان،
كمان رمضان والفطر رح يكون كمان ضمن الاشياء اللي عم نغطيها. هيدي التصور لسنة الجاي والبعد هلا اقرب عدد هوم فور للسمر بلشتوا تشتغلوا عليه؟ نعم بلشنا نشتغل عليه، ومثل ما قلت لكم هي موجوده باكثر من 200 ديستنيشنز اراوند ذا وورلد. بلبنان موجوده بكل الاسواق اذا بحبوا يروحوا يشتروها بحيلا بوك ستور. بس كنت بدي اخبركم اكثر شوي عن هي مساحة لناس مش معودين يكتبوا فيها كمان، يعني مش كلها اديتوريال، مش كلها ناس مختصين عم يكتبوا. هي مين ما كان بحب يقول شيء عن بلده، عن شيء عنده علاقة مع بلده، عنده طبخة بحب يشارك فيها، عنده أي فكرة يعني. أي فكرة نحن أهلا وسهلا فيهم يحكونا، يبعثوا لنا إيميل على info@homeformagazine.com وبيحبوا يعملوا كونتريبيوشن بالكتيبه، فين نبعث لهم الماجازين لمطرح ما هن موجودين بالعالم. طالما عندنا ستوك موجود من الماجازينز نحن عم نتكفل نوصل لهم اياها لمطرح ما هن موجودين. كثير منيح، حلو كثير هالمساحه اللي عم بتبينوها عن لبنان الحلو، عن وجه لبنان ايجابي، مش بالحرب اللي هلا عم نشوفه والمشاهد البشعه اللي عم نشوفها. باتريسيا شرفان مؤسسه ورئيسه تحرير مجله هوم فور كريسمس، اهلا وسهلا فيك، بنتمنى لكم كل التوفيق. ثانك يو. رح نتوقف مع فاصل جديد، من بعدها بنرجع لمتابعه فقراتنا، خليكم معنا. تابعين، تفضلي جوال. يلا رح ننتقل هلا الى تايوان لنتابع مباراه بالملاكمه، ولكن الملاكمين غير محترفين، مين هن؟ تفاصيل بهالتقرير. بقاعة الاستقبال المدعوين عم يتحدثوا ويشربوا، بالغرف الداخلية الشباب والصبايا عم يتحضروا، 500 شخص راح يحضروا مباراة الملاكمة الليلي. البطاقات بيبدأ سعرها من 200 دولار أمريكي. المباراة انطلقت وكل مجموعة عم تشجع شخص، لكن الملاكمين هن رجال أعمال ونساء بيشتغلوا بشركات كبيرة وما هن إلا زملاء المشاهدين. نعم الفكرة غريبة لكن عم تنتشر أكثر وأكثر، بدأت بنيويورك واليوم نحن بتايلاند. الملاكمين تمرنوا 3 أشهر خايفين طبعا كونهم غير محترفين لكن متحمسين، والمهم رابح أو خاسر الكل راجع على المكتب تاني يوم عنده عين زرقاء أو شفة متورمة. قبل ما نوصل لختام حلقتنا لليوم ننتقل على استوديو كلام بيروت مع رولا كساب حداد وضيفة. صباح الخير رولا وسعادة النايب إلي مارونة. صباح الخير. بونجوركم. بونجور. تفضلي رولا. مع معالي الوزير إلي مارونة، أول شيء أنا بصبحك بالخير كمان. موضوع يعني مجموعة من الملفات بتبدأ يمكن بملف المخطوفين العسكريين، مرورا ب ملف يعني الحوار المرتقب انطلاقه بين تيار المستقبل وحزب الله. الكتائب كيف بيقرا هالحوار؟ الحوار هل من حوار مسيحي مسيحي بالافق القريب؟ كيف بتقيموا زياره الرئيس الجميل للجنوب؟ لانه اليوم في نقل عن مصادر بثمانية اذار انه مع التاكيد على ايجابيه الزياره الى انها لا تمحي مفاعيل 17 ايار، يعني بعد في عودة الذاكرة إلى ذلك الوقت. هيك الهيئة. ويعني مجموعة من الملفات يلي بتعني البقاع كمان تحديدا، هيدي هي أبرز ملفات الحلقة. نعم. شكرا لك رولا، بس خلينا نسأل سعادة النايب كيف العيد بزحلة وأجواء العيد و يعني أول شيء بنستغل الفرصة نعيد كل اللبنانيين ونتمنى إنه هالميلاد القادم الميلاد المجيد يكون ميلاد للبنان الحقيقي، لأنه صار وقت يجي لبنان الحقيقي، وبالتالي يصير في عنا دولة بكل مفاعيل الدولة، دولة مؤسسات ودولة دولة قانون، وتكون السنة سنة خير على كل المواطنين. زحلي مثل كل المدن اللبنانية
تزينت بزينة العيد وتزينت بزينة الميلاد. زينتها حلوة عادة كتير. أهلا أحلى وبيحبوا العيد وبيحبوا كل الناس، وشرفونا على زحلي إذا كنتوا حابين الزينة لحتى يصير العيد أحلى يعني هيك. شكرا، تسلم. نحن كمان من عيدك ومن عيد أهل زحلة جميعا ينعاد عليكم بالخير إن شاء الله. أنا مخمن بالعكس. نحن رح نعطيكم موعد مع رولا بعد دقائق قليلة من بعد ما نختم أخبار الصباح. مثل العادة ختام حلقتنا بيكون مع تقريرنا الرياضي. بكرة حلقة جديدة بتمام الساعة 7:30، كونوا على الموعد. باي. الجنون فنون ممكن، بس اللي عم نشوفه بهالصورة تخطى الجنون وما وصلت حتى كل الفنون إلى مستوى. عندما التقطت إحدى سيدات هاتفها الخليوي وراحت تصور على طريق الدورة مبارح أحد انتحاري الدراجات النارية وهو بوضع مريح واقفا على الدراجة وإيدي بجيبه، بس الأهم من هذا كله أنه وسائل الأمان موجودة والكاسك منيحة وكله تمام. قال المتحدث بأنه أسطورة الملاكمة محمد علي نقل إلى المستشفى مصاب بالتهاب رئوي، ومن المتوقع تماثله للشفاء لاكتشاف المرض مبكرا. وقال المتحدث بوب جونيل أنه علي البالغ من عمر 72 سنة نقل لمستشفى في مكان لم يكشف النقاب عنه صباح السبت، ويقوم فريق من الأطباء بعلاجه وما زال في حالة مستقرة. وأردف قائلا في بيان: لأنه الالتهاب الرئوي كشف مبكرا فإن احتمالات الشفاء جيدة، ومن المتوقع أن يبقى فترة قصيرة في المستشفى. وامتنع عن إعطاء أي تفاصيل أخرى عن حالة علي، قال انه عائلته طلبت الخصوصيه. وظهر علي المصاب بالشلل الرعاش في سبتمبر ايلول لحضور حفل في لويسفيل بولايه كنتاكي لتوزيع جوائز محمد علي الانسانيه. اثنت الصحافه الاسبانيه امبارح الاحد على ريال مدريد بعد حصدوا لقب مونديال الانديه الليله الماضيه بعد فوزه بهدفين دون رد على سان لورينزو الارجنتيني بمدينه مراكش المغربيه. وكتبت صحيفة أس على صفحتها الأولى: أبطال العالم كما ذكرت الريال يحلق في السماء، وأفردت لهذا الحدث نحو 15 صفحة من عددها. فيما كتبت صحيفة ماركا: الأفضل في العالم مع صورة للفريق حاملا الكأس، وذكرت أيضا راموس الإمبراطوري. وحين كتبت الموندو ديبورتيفو: بيل وراموس يوقعان النصر أمام الأرجنتينيين. وأكدت في صفحتها 24: المباراة بدت كبطولة صيفية بالثمانينات أكثر من كون نهائي في بطولة دولية للفيفا. بينما كتبت صحيفة سبورت على صفحتها الأولى: الريال يتوج باللقب. وفي صفحتها 24 ذكرت: والآن يستطيع الريال التباهي بمونديال الأندية. وأضافت: كريستيانو رونالدو يعلن الحرب على ميشيل بلاتيني. لن تتوقف مكاسب فريق ريال مدريد الإسباني عند مجرد حصد لقب بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، بل سيحصل النادي الملكي على 5 ملايين يورو نظير الفوز بلقب المونديال. وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قائمة بحجم الجوائز المالية لأصحاب المراكز المختلفة في بطولة كأس العالم للأندية، ويحصل فريق سان لورينزو الأرجنتيني الوصيف على 4 ملايين يورو، بينما يحصل أوكلاند سيتي نيوزيلندي صاحب المركز الثالث على مبلغ قيمته 2.5 مليون يورو. عاد فريق برشلونة لسكة الانتصارات بعد ما هزم مضيفه قرطبة بخمس أهداف نظيفة في مباراة أقيمت لحساب الأسبوع 16 من الدوري الإسباني. وسجل بيدرو رودريغيز الهدف الأول بدقيقة 2، ثم عاد وصنع الهدف الثاني لفريقه بدقيقة 53، واللي سجل لويس سواريز ليفتتح سجل أهدافه في بطولة الدوري الإسباني. في حين أضاف بيكي الهدف الثالث في دقيقة 80، ثم سجل ليونيل ميسي هدفين في دقيقتين 84 و92. حققت الأمريكي لينسي فون لقب الثاني في منافسات التزلج المنحدر في بطولة كأس العالم التزلج الألبي في الموسم الحالي، عندما فازت بلقب الجولة اللي جرت في منتجع فال دي سيري في فرنسا. وكانت النمساوية إليزابيث غورغول قد تصدرت المنافسة مسجلة 44 ثانية و66% من الثانية، ولكن فون تمكنت من تخطيها بفارق 0.19 ثانية في النهاية. اللقب هو الثاني اللي بتحرزه فون في 4 مشاركات لها في هذا الموسم، وبتعافيها من الإصابة في الركبة اللي كانت قد لحقت فيها في هذا المجاز العام الماضي. يذكر أنه هذا اللقب 61 اللي بتنيله فون في مسيرتها الاحترافية في منافسات كأس العالم، علما بأنه رقم القياسي البالغ 62 لقب مسجل باسم النمساوية آن ماري موسيير برويل. استضاف فريق نيو أورليانز فريق بورتلاند في مواجهة ضمن الدوري الأمريكي بكرة السلة للمحترفين، وتفوق الضيوف 12 نقطة إلى 4 بعد ما سجل لهم لماركوس ألدريدج، وكانت وثبة استعراضية بداية الربع الأول. ثم أضاف أنتوني سيورت نقطتين بحركة بهلوانية وكسب رمية حرة من خطأ على دفاع المضيف، وأصبحت النتيجة 23 نقطة إلى 11. كذلك أضاف ألين كرابي ثلاثي لبورتلاند لينتهي الربع الأول بتفوقه ب30 إلى 13 نقطة.
في الربع الثاني سجل نيكولاس باتوم من قفز عالي ليتفوق بورتلاند ب 56 الى 39 نقطة، وسجل كريس كمان نقطتين بعدما ارتقى عاليا وتعلق بالسلة لتصبح النتيجة 60 الى 44 نقطة، وافتتح باتوم التسجيل في الربع الثالث واصبحت النتيجة 70 الى 47 نقطة لصالح الضيوف، ثم سجل داميان ليلارد ثلاثية اخرى لبورتلاند ليتفوق على ضيفه ب 29 نقطة وتصبح النتيجة 80 الى 51 نقطة. بعد أنهى ألدريدج الربع الثالث بنقطتين وبنتيجة 94 إلى 60 نقطة. أخيرا سجل توماس روبنسون من ارتقاء عالي لتنتهي المواجهة بفوز بورتلاند فوز ساحق ب 114 نقطة إلى 88.